السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه، تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اخواني اخواتي، معكم قناه شين ام مرحبا بكل واحد متابع قناه شين ام ملاك والقناه ديالي فاتي تيفي. اذا كنت جديده ولا جديد كنقول لكم مرحبا بكم وما تنساوش دعمونا بلي لايك والاشتراك والبارطاج في جميع وسائل التواصل كما كتشوفوا بغينا اليوم نهضروا على بلجيكا والسفر خارج اوروبا متوقف حتى واحد يوليو على الاقل بلجيكا علينا وزير الداخليه البلجيكي بيتر دي كريم أن السفر إلى خارج أوروبا متوقف حتى واحد يوليو على الأقل، كما كتشوفو يعني البنات السفر خارج بلجيكا قال لك حتى واحد يوليو زعما، في واحد يوليو تبدي الرحلات زعما ما ذاك داكشي، وفي حديثه لشبكة في تي إم ناوز، القبة إجتماع المجلس الأوروبي قال دي كريم أن الحدث الأهم سيكون فتح الحدود في منطقة شنغن أولا. اعتبارا من 15 يونيو وأضاف الوزير سيتم رفع ضوابط الحدودية في 15 يونيو بعد أن دعمت غالبية الدول شنغن هذا القرار بما في ذلك جميع الدول المجاورة لنا فقط إسبانيا ستفتح حدودها في 1 يوليو بالنسبة لبعض البلدان مثل اليونان يلزم إجراء المزيد من المفاوضات قبل أن تكون مستعدة لفتح الحدود مع الدول التي تعتبرها عالية المخاطر وقال ديكريم لكنني أفترض أننا سنجد أيضا اتفاقية مع تلك الدول بحلول 15 يونيو أما بالنسبة للسفر خارج أوروبا فلم يتم التواصل إلى النتيجة بعد وفقا دي وأوضح الوزير أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد إلا أنه أشار إلى أن الأمر قد يصبح أكثر وضوحا بحلول نهاية يونيو الجاري بنهاية يونيو الجاري يستخدم هذا الموقع الملفات تعويض الارتباط لتحسين تجربة مع هذا القرار كما كشفوا يعني البنات هما غادي يحلوا يعني جميع الدول الاوروبيه تحل الاخر ديالها آه غالبيه الدول الاوروبيه تحل مع الشنغل القرار هذا القرار يعني اللي يتفقوا معاه ما عدا اسبانيا اسبانيا غتحل حتى واحد يوليو اسبانيا عاد دارت باش بشتق... تحل آه اما اليونان قالت لك ما غاديش تحل مع جميع الدول تحل ما يعني شي دول ماشي بحال بلجيكا ما غاديش تحل معاها بحال اسبانيا بحال فرنسا بحال الالمان بحال ايطاليان ما غاديش تحل معاهم قال لك لا حقاش راه عن عندهم كان عندهم كورونا بزاف وخافوا سيدي لا شي واحد يجي عندهم ويجيب لهم كورونا اليونان خافتي لا يعديوها ولا مهم نتمنى الفيديو يعجبكم ينال الاعجاب ديالكم نتمنى ما تنساوش قناه شي الام لك بالدعم ديالكم وليها والاشتراك ديالكم ليها البارطاج ديالكم ليها وال... في جميع وسائل التواصل باش تعمل الفائده على كل واحد شكرا شكرا لكم كاملين يلا حتى الفيديو الجاي ان شاء الله مع السلامه <applause>